بيناتنا كشافت لبنان وخاصة كمان الجيد الصبايا بالجيد دي ليبان، أكيد دايما نحن بنتمنى أنه يكونوا أولادنا موجودين معهم لكل النشاطات يلي بيعملوها يلي بتكون فعلا مفيدة مسلية، بس كمان بتكون مفيدة للمجتمع وبتكون عم تعمل على تربية شباب وصبايا بمميزين جدا وبحبهم للبنان، كمان مميزين جدا بحبهم للطبيعة، بطريقة تعاملهم مع الآخرين، الشخصية اللي بتكون عم تنمى بهالعمر، وبيكون هالجو عم يرافقهم بعمر كتير مهم من تكوين الشخصية. اليوم معنا أكثر من جيل باستوديو من الجيد دي ليبان، معنا مسؤولين كمان بالجيد دي ليبان تنتعرف عليهم أكثر. معنا سلين فغالي، بونجور. بونجور، كيفك سلين؟ منيحة. سلين جانات عمرها 10 سنين بالويتيام، رح تخبرنا عن خبرتها بالجانات. معنا كمان استوديو كارين كونشون، أهلا وسهلا فيك كارين، مسؤولة عن الجنات بلبنان، عن فرع الجنات بلبنان. معنا باستوديو كمان ريما عبود، اهلا وسهلا فيك ريما، مسؤوله عن فرع الفراندول بلبنان. رح نشوف شو يعني جنات، شو يعني فراندول للي ما بيعرفوا، بس اكثريه الناس اكيد على القليله مرقوا من حدكم اذا ما مرقوا معكم، واذا ما كانوا يعني عاده ادمان الجيد ما بيعود الواحد يقدر يتخلى عن هالجو الحلو يلي عندكم اياه. رح بلش معك كارين لشوف بالاول يعني بريف عن الجيد اجمالا، يعني انتم مين، انتم شو؟ اوكي، نحن اسوسياسيون دي جيد دو ليبان، دليات لبنان اللي بيعرفنا بالعربي. نحن جمعيه اسست بلبنان ب 1937، نحن موجودين بلبنان ب 50 جروب بين مدارس ورعايا، وبتضم الجمعيه تقريبا 5500 شخص. نحن تابعين لل ام جي او اللي هي اسوسياسيون مونديال دي جيد دي زيكليروز، الجمعيه الكشفيه العالميه للدليات والمرشدات، هي مركزها بلندن وبتضم 10 ملايين بنت وموجود ب 150 بلد. نحن الجيد من اوائل الجمعيات اللي انضموا لهيدي الـ ام جي او، الجمعيه الكشفيه العالميه. وانتم اي شو علاقتكم مع الكشافه، مع سكوت دي ليبان؟ سكوت نحن دوز اسوسياسيون ديفيرونت، بس نحن اكثر بنات، نحن بس بنات وهن شباب. ولكن في تعاون بينكم وبين؟ اكيد نحن بنعمل اكتيفيتي ديريجي مع بعض، كذا نشاطات منظمين مع بعض اكيد. حلو كثير لانه التعاون بيناتكم اوقات حتى بالمخيمات او بحي الله شيء، الشباب بيعملوا اشياء بيساعدوكم، البنات بيعملوا اشياء بيساعدوا الشباب، شغله كثير كمان حلوه وهيك تكوين يعني مجتمعي كثير سليم. بالنسبه لك ريما، اليوم بدك تخبرينا عن شعار السنه، كل سنة في شعار لل كل سنة في شعار بتاخذوا الجمعية. السنة الجمعية أخذت شعار أكثر دي لافونير، وأرادت السنة الجمعية تاخذ الشعار من رسالة البابا بنديكتوس، من رسالة اللي وجهها للشبيبة بلقاء الشبيبة ببكركي. وتمنى البابا إنه رسالته ما تكون بس حبر على ورق ولكن تترجم بأفعال. لهالسبب أخذنا هالشعار، وكل برانش اشتغلت على الشعار حسب عمر كل بنت وحسب احتياجاتهم كمان، تنكون عم نطبقه ونحوله لاكسيون. فاذا الشعار السنه كيف هو صانعوا مستقبل اكثر دو لافونير، اكثر دو لافونير. كيف حاولتوا تطبقوا هالشعار؟ هلا الفراندال اللي هن اصغر عمر 6-7 سنين اخذوا تحديين بيواجهوهم هلا، تحدي الثقافه وتحدي الصحه. البرانش جانات اللي هن من 8 ل 11 سنه اخذوا تحدي البيئه، رح نشوف بعد شوي كيف اشتغلوا عليه. الجيد كمان اخذوا كذا تحديات بتشوفهم البنت هلا، مثل كيف تبرهن وتنمي هويتها برغم من كل هلا التحديات الكولتورال والميديا. الكارافيل الاكبر شوي اللي هن من 15 ل 17 سنه اخذوا التحدي الروحي والتحدي الايماني، لانه بهالعمر بيبقى عندهم كثير علامات استفهام وتساؤلات حول الايمان. الجام اللي هن جان امار اشتغلوا على الايدنتيتي تبعهم، كيف هن يصيروا بعدين نساء فاعلات بالمجتمع وادولت دو دومان. والاكيب تورنسول بحب ما انسيهم، هن البنات اللي عندهم احتياجات خاصه كمان بيشتغلوا بالجيد، وكان سن التحدي الكبير تبعهم انه كيف يعيشوا الجيديزم برغم من كل الصعوبات واحتياجاتهم. نعم. سيلين، في معك كتاب، فرجينا اياه. هيدا الكتاب اذا بنشوفه بعد الوقفه، بنشوفه بنشوف الكتاب وبنشوف شو كتبتي فيه كمان بعد هالوقفه.
بمايناتنا اليوم رح نتعرف أكثر على دليلات لبنان الجيد دي ليبان. معنا سيلين فغالي رح تخبرنا شوي عن كيي دو جو للسنة. فرجينا شوي سيلين الدفتر يلي معك أو الكتاب يلي معي لنشوفه على الكاميرا. هل كتاب موجه للكل ولا بس للجيد كارين؟ هذا الكتاب اصلا موجه للعالم اللي مش بالجيد لاعمارهم بين 7 سنين و11 سنه. بدنا نوصل لهم من رساله كيف نكون مواطن صالحه من خلال العاب صغيره ومهضومه. من بعد كل لعبه رح يلعبوها رح يطلع لهم مساج زغطور عن كيف هن فيهم يحسنوا بالبلد تبعهم ويكونوا عن جد ان بون سيتوايان. يعني الموضوع هو انه كيف يكون الشخص مواطن صالح مزبوط. بالطرق العمليه اللي هو بيقدر عليها على قد عمره على قد قدراته من خلال الالعاب. والملفت والمميز انه الاديتوريال اللي كتبوه ثلاث صبايا من عمرك سيلين كلهم؟ لا، في ماريا اكبر مني بشوي. اوكي، فاذا تقريبا من عمر بعد كتبتوا اديتوريال. كل صبيه كتبت كيف هي بتشوف انه بتقدر تكون مواطنه صالحه. وانت كمان بتقدري تقري لنا الاديتوريال تبعي؟ être un bon citoyen c'est respecter la loi c'est savoir bien vivre en communauté et c'est surtout aimer sa patrie je choisis d'aimer mon pays le liban je le respecte le découvre et en parle aux autres. Je m'appelle Céline Elferali et j'ai 10 ans. Je crois que ma vie m'appartient et je choisis d'être le bon exemple. Je choisis d'expliquer à ma famille, mes amis et mes compatriotes pourquoi il faut être un bon citoyen. Je choisis aussi de trier les ordures à la maison pour les recycler et j'invite mon entourage à le faire. Je suis Jeannette au groupe Notre-Dame de Jambon. حلو. كمان ماريا وكلارا كتبوا اشياء تانية هن كيف بيشوفوا كمان من وجهة نظرهم كيف بيقدروا يكونوا بي يعني يومياتهم مواطنين مواطنات صالحات. وانت سيلين منين جبتي هالافكار؟ ان فات ما بخوف دو كاتيشيس كي ما بوكو ايدي. يعني انت كنت عم بتفكري او كنت كل الوقت عم بتشوفي شو عم تتعلمي اشياء وتشوفي شو هي الاشياء اللي انت بتحسي انه مهمه لتكوني بون سيتويان وحطيتيهم بالاديتوريال تبعك. طيب انت كيف متوقع انه يتاثروا الناس يلي بيقروا هالكلمات يلي كتبتيها؟ انا بقول يانا كي فون داكور افيك موا في منهم يمكن يكون عندهم افكار ثانيه يزيدوها. فاذا في ناس رح يتاثروا بكلماتك يمكن منهم منتبهين انه بيقدروا يعملوا هالكم شغله يلي هن غسيكلي هيدا الشيء. لازم نكون عم يعني نقدر نجرب نعمل اعاده تصنيع لكل النفايات. شو كمان؟ ونحب لبنان. و يعني كونساج في فان كوميونيتي لازم نكون نعرف نعيش سوا بمجتمع واحد وهيدي يعني شغله بدها كل حدا فن بحد ذاته. رح ارجع لعندك لكن كارن ونشوف بعد شوي فيديو كمان ريما عن نشاطاتكم خلال السنه وعن يعني النهارات يلي بتنظموها وهالنهارات بتكون جورنيه للجيد او كمان للناس اللي ما بيعرفوكم. هلا السنه 19 ماي كانوا كل البرانشات ان اكسيون بهيدا النهار كلنا على الارض، بس اليوم رح نحكي بس عن الفراندال وعن الجنات اللي هن اصغر اثنين برانش. رح نشوف صور من الجورنيات. كان في جورني سورير للفراندال وجورني ايكولوجيك للجنات. هولي صور من الجورني سورير تبع الفراندال. شو يعني فراندول؟ الفراندول هن البنات اللي اعمارهم بين 6 و7 سنين. هن صحيح صغار بس عندهم كثير طاقات وكثير بنقدر نشتغل معهم وبيطلعوا قصص نحن ما بنتوقعها يمكن منهم من هيك عمر. وبهذا العمر بيكون كمان في صعوبه لانه يعني انتم كجيد بتطلبوا من الصبايا كمان يكونوا بعاد عن اهلهم لفترات معينه او لاوقات معينه، يكونوا عم يعني يكون عندهم تواصل مع اشخاص اوقات ما بيعرفوهم كثير منيح اوقات مبلا. كمان هون مثل ما عم تقول سيلين الحياه المجتمعيه انتم بتكونوا عم بتاهلون لها، بس في صعوبه بهالعمر. اكيد في صعوبه بهالعمر وبالعمر الصغير في طرق تنوصل مساج من خلال الكونت، من خلال قصه، من خلال سكتش صغير، بريكولاج، العاب اكيد، وهول الالعاب والاغاني كلهم فيهم مساج. طرق انتم كيف تتعلمون؟ هول الطرق الجمعيه بتعمل فورماسيون للشفتانات
تيصيروا متمكنين وقادرين يستعملون ويوصلوا المساج مزبوط للبنات. كارن جانيت مين هن؟ جانيت هن بنات من 8 ل 11 سنة. نحن السنة عملنا جورنية جمعت كل الجانات بلبنان، كنا تقريبا 1000 بنت. كانت الهدف تبع انه نحتفل نحن كيف اشتغلنا على شعارنا السنه. نحن كان بالنسبه لنا الجانات 2013 هي جانات برو ايكولو، وهذا التحدي اللي نحن اخذناه السنه. كل السنه كيف اشتغلوا على 3 مراحل، كل جروب او رود نقت هي كيف بتشوف انه وين بدها تشتغل، منو اشتغلوا على تلوث المي، منو على الحيوانات، منو على الريسيكلاج، وجربوا يجمعوا انفورماسيون على الموضوع اللي نقوه. بعدين بعد ما صار عندهم هالفكره انه من وين جايه هالمشكل، بطرق مختلفة بتياتر بألعاب، هن نقوا الطريقة، قرروا انه يقولوا للعالم اللي حواليهم انه هون في مشكل نحن بدنا نحبين انه نحن نظبطه، إذا بس نحن عملنا إفار صغير مع انه صغار وقلنا للعالم اللي حوالينا انه في هالمشكل، بيكون هذا امباكت كثير حلو على المجتمع. وآخر مرحلة بعد ما عرفوا العالم اللي حواليهم انه هنو في هالمشكل، عملوا مثل كيادو دافي في تحديات عن الموضوع اللي هن نقوه، إذا كان تلوث المي، كيف نسكر المي، وين نكب، شو ما نكب، أوقات مشكلة المي فيها تنكب بالزريعة، هيك مواضيع. سيلين أنت جانيت، كنت في رامدول بالأول؟ لا. لا، دغري فتي جانيت. ضروري إنه فإذا مش ضروري نبدأ بعمر معين، أي عمر نقدر نبلش حسب العمر بكون يعني البرانش تبعنا. سيلين عم شوفكم كثير مبسوطين، يعني اوكي عم تتسلوا وتمضوا نهاركم وفي كثير اشياء عم تتعلموها كمان، بس شو اللي هالقد يعني فيه هيك فرح؟ ليش هالقد مبسوطين؟ لانه نحن كثير، نحن مش وحده، يعني لو فاتت خليك لي زامي سا رونتري سوغ. بكفي انه يكونوا سوا ويتعلموا ويعيشوا سوا لحتى يكونوا مبسوطين. يعني كونت اصحاب بالجيد غير اصحاب بالمدرسه او غير اصحاب بالبيت والاهل، وكونت اصحاب جداد. والاشياء المشتركه بيناتكم مختلفه عن بقيه العلاقات، هيدي شغله كمان كثير مهمه. كارن جوني باي بايك، بكره موعد كمان معكم، شو رح تكون النشاط؟ نحن بكره مشتركين بالفستيفال تبع جوني، ورح يكون عندنا تحت ستاند اللي بحب يجي يشوفنا، رح يكون كمان عم نبيع هذا الكتاب اللي حكيت عنه سنين قبل شوي. الكايد جو يعني، بس رجعي اختصري لنا شوي شو بيتضمن؟ هو بيتضمن العاب هو اصلا للعالم اللي مش بالاسوسياسيون، حابين نوصل لهم المساج نحن اشتغلنا عليه، كيف نكون ان بون سيتويان من خلال العاب صغار موجودين، بعد كل لعبه في مساج دخطور. من خلال اللعبه رح نقدر نوصل من خلال كل لعبه اللي عم يلعبوها. ريما، وين بينباع الكتاب؟ هيدا الكتاب مثل ما قالت كارن رح يكون بكره بفستيفال جونيي، رح ينباع بستاند الجيد، وغير بكره رح يكون عم ينباع على 2 ويك اند اللي جايين، بس بعد ما حددنا وين، وممكن يلتقى كمان بسنترال جيد بمركز الجمعيه بانتلياس، والادرس محطوط على الكتاب من ورا مركز الجمعيه، لكن بانتلياس. وهيك خلينا نشوفه بس منيح كان. اوكي خلي. فاذا انتم كجيد هدفكم انه هالصبيه تكون عم تكبر معكم مثل ما انتم كبرتوا كمان، ب يعني نوعيه معينه من الحياه. هالنوعية معينة من الحياة ممكن انه تختلف حسب كمان الظروف، حسب الاشياء اللي عم يتعرضوا لها الصبايا خلال يعني ظروفنا اللي بتتغير دائما. انتم كمان اب تو ديت على هالاشياء؟ اكيد نحن على طول بنحاول ننقي ونشتغل على اكتيفيتيات تواكب كل هول التغيرات. مثلا السنة حسب التيم دول عندنا، كل برانش شافت شو في تحديات هلا بعصرنا هلا بوقتنا هلا، وحاولت تشتغل مع البنات تا نواجه بطريقه معينه هالتحديات، مثل الانترنت، مثل الميديا، كل هالاخبار. سيلين شو يعني ما في ما بارتيان؟ استاذ شو قصدك تقولي؟ يعني انا مش حدا بده يقول لي كومون جو مكومبورتي افيك لي زوتر. انا بقرر، مع انه انت عم تتعلمي من كثير ناس، بس انت بتقرري بالنهايه كيف بدك تتصرفي. حلو. وهالشيء طبعا انتم بتزرعوه بالصبايا لحتى، لانه كل شخص هو فريد من نوعه، بس بما انه كل شخص فريد من نوعه يعني عنده مشاكله الخاصه، واللي ممكن كمان تكونوا انتم بتكون تساعدوا فيها بطريقه او باخرى.
إيه نحن الميثود تبع كل عمر معمولة لنشوف شو احتياجات الولد بهالعمر، على أساسه نحن بنعمل له أكتيفيتي، على أساس نحن بنحضر الريونات تبعنا بنعطيهم سيسيونات، مشان هيك نحن مقسمين لكذا برانش لكذا فرع حسب احتياجات كل بنت فيها تكبر الفورماسيون تبعها. أهلا وسهلا فيكم، بتمنى لكم كل التوفيق. إذا موعدنا أول معكم بكرة بجوني، باي باي. أهلا وسهلا. ميرسي، باي باي. مشاهدينا هلا وقفة ونرجع نتابع.